كبرى شركات التكنولوجيا السبع التي يطلق عليها مسمى Magnificent Seven أعلنتا عن نتائج أعمالهما الفصلية يوم أمس، وهنا بالطبع نتحدث عن تسلا وألفابت. ألفابت بالطبع الشركة الأم لجوجل ويوتيوب. دعونا نبدأ من تسلا صانعة السيارات الكهربائية والتي كشفت عن نتائج أعمال فصلية مخيبة للتوقعات، حيث أظهرت نمواً محدوداً للغاية على جانب الإيرادات. صافي دخل الشركة انخفض بواقع 45% إلى 1,480,000,000 دولار بالربع الثاني من هذا العام، من 2,700,000,000 دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي. بالطبع مع العلم أن تسلا بالطبع كانت خضعت لمشاكل عدة. على كل أرباح الربع الثاني جاءت أقل بكثير من توقعات المحللين التي أشارت إلى 62 سنتا لكل سهم، وبالطبع هذه نظرة على تطور أرباح تسلا في السنوات القليلة الماضية. إذا ما عدنا للربع الثاني من العام الماضي، الأرباح بلغت 2,700,000,000 دولار، من ثم تراجعت بالربع الثالث إلى 1,850,000,000 دولار لترتفع بقوة في الربع الأخير من هذا العام. يعني في آخر ربع من العام الماضي تحدثت الشركة عن أرباح بلغت 7,930,000,000 دولار، من ثم تابعنا انخفاض قوي ما بين الربع الأخير من العام الماضي والربع الأول من هذا العام إلى 1,130,000,000 دولار. بالطبع بعض التحسن بين الربع الأول والربع الثاني من هذا العام، حيث الأرباح التي أفصحت عنها الشركة نهاية تداولات أو يعني يوم أمس ليلة البارحة من بعد إغلاق وول ستريت، بالطبع إيرادات أرباح بلغت 1,480,000,000 دولار. على جانب إيرادات تسلا، فالإيرادات ارتفعت بواقع 2% على أساس سنوي إلى 25.5 مليار دولار، وهذا مقارنة بتوقعات المحللين البالغة 24.8 مليار دولار. وعلى الرغم من ذلك انخفضت مبيعات السيارات بواقع 7% إلى نحو 20 مليار دولار. طبعا هذا كله على صعيد شركة تسلا. أما إذا ما تحدثنا عن ألفابت، فقد حققت أرباحا فصلية قوية، لكن إيرادات إعلانات يوتيوب جاءت دون التوقعات. أظهرت نتائج أعمال شركة التكنولوجيا الأمريكية ألفابت أن صافي الربح بلغ 23,620,000,000 دولار للربع الثاني، وهذا بالطبع نقارنه ب 18,370,000,000 دولار في الفترة المماثلة من العام السابق، بالتالي نتحدث عن نمو نسبته حوالي 29%. على صعيد الإيرادات، ارتفعت إيرادات مالكة جوجل بواقع 14% على أساس سنوي إلى 84,740,000,000 دولار، متجاوزة التوقعات البالغة 84,190,000,000 دولار. بلغت إيرادات إعلانات جوجل يعني الأد ريفينيوز 64,600,000,000 دولار في مقابل توقعات بلغت 64.5 مليار دولار. كما سجلت إيرادات جوجل كلاود 10,350,000,000 دولار متجاوزة التوقعات البالغة 10,200,000,000 دولار. أما إعلانات يوتيوب فقد حققت عوائد بلغت 8,700,000,000 دولار دون التوقعات البالغة 8,900,000,000 دولار.